أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أن ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من شراكة استراتيجية راسخة في مختلف المجالات تستند إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين. نعم، مشيرا إلى ما وصلت إليه أوجه التعاون من مستويات متقدمة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، منوها سموه بدور المملكة المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم بحضور سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني، سعادة السيد ستيفن لافغروف مستشار الأمن القومي للمملكة المتحدة، وسعادة السيد ريتشارد مور رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية والوفد المرافق، وذلك في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021، حيث رحب سموه بهم ومؤكدا حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة المتحدة بما يجسد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين بين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويخدم المصالح المشتركة، إلى جانب استعراض المحاور التي تطرق إليها منتدى حوار الملامة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.